ما هو أغلى شيء على الإنسان؟ أبنائه؟ نعم أبنائه. أبنائي وأبنائك ماذا يشكلون في المجتمع؟ يشكلون المستقبل، نعم مستقبل البلد مرهون بهذا الجيل القادم. شنو الخطر المحيط والذي يهدد هذا الجيل القادم؟ مخدرات؟ نعم مخدرات خطر ممكن يهدم المجتمع. هل هناك ما هو أخطر من المخدرات؟ بالتأكيد. ما هو؟ الفتنة الطائفية يا أخوان. الفتنة الطائفية والخوض فيها أمر خطير جدا، يفرق ما بين الأخ والأخ والأب وابنه والأم وأبنائها، ويشق عصا المجتمع ويفكك المجتمع ويهدد الوحدة الوطنية. لا تتكلم في هذه الأمور. هذا الأمر لم يوجد له حل لألف وأربعمائة سنة. أنت الحين تبي تحله؟ ما راح ينحل، مو لشيء، إلا لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوب وقبائل وأمم وملل ومذاهب وأديان شتى. كل إنسان لا فكر ولا عقيدة ولا عقل مختلف عن الآخر، لذلك لا تفرض رأيك وقناعتك على الآخرين، خصوصا أن أنت ليس لديك يقين بأن أنت على حق وغيرك على باطل. لذلك اترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان بعمله، اجتهد بعبادتك لله والله يجزيك بما عملت. أما أنك أنت تتعامل وكأنك موكل على العباد، هذا أمر خطير جدا، وتفرض عليهم قناعاتك، تفرض عليهم عقيدتك. يعني الفتنة لما تحدث النائم فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم. فتجنب الحديث بهذه الأمور، لأن والله والله لا تعود بنفع ولا فائدة. والله يا أخوان، شوفوا أنا قاعد أكلمكم في هذا الأمر وأنا حتى أخجل أني أسمي المسميات بأسمائها والمذاهب بأسمائها، لأن يعني هذا حديث بالنسبة لي يعني بغيض، يعني يفرق ما يجمع. وأحذر خصوصا أحذر أهل السياسة عندما يتحدثون في هذا الأمر. والله هؤلاء لا يهمهم عباد ولا يهمهم بلاد، هذيل همهم فقط أنهم يوصلون للكرسي الأخضر. شوفهم في ناس يقعدون سنة ساكتين، البلد يشب ويطفي 100 مرة، كلمة ما يتكلمون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أول ما تثار أي قضية طائفية خرجوا من جحورهم. فيا أخوان إحنا بلد صغير ما يحتمل كل هذه الخلافات والصراعات. وإذا أحد يسألك أنت شنو، قول له أنا كويتي، لا تقول له أنا من هالمذهب أو من هالمذهب. خلي وطنيتك سابقة لكل شيء عشان نقدر نبني هذا الوطن.